السلام عليكم أعزائي متابعين شركة ويكار أوتو لتجارة السيارات. اللي يريدوا منكم مشاركة البث حتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. إخوان، اللي يريد سيارة عائلية سبع راكب، يريد سيارة ياباني، يريد سيارة بيها متانة، يريد سيارة ما بيها عطلات، يريد سيارة اقتصادية بالوقود، خيارك الأمثل هو سيارة الميتسوبيشي إكسباندر موديل 22، ضمان 3 سنوات شامل جميع محافظات العراق. طبعا اخوان، السيارة فول مواصفات، السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي من النوع المايفك، ارقى محركات الميتسوبيشي، تنطيق قوة ماكينة 2000 سي سي. طبعا اخوان، هواي ناس ما تعرف شنو يعني ماكينة المايفك. ماكينة المايفك هي المعنى مالتها بشكل مختصر تعطيك اقتصادية بالوقود وتنطيق عزم للسيارة بنفس الوقت. طبعا نحن عندنا نظام التست درايف بالنسبة لهذا السيارة، وكل شخص سوى تست درايف هواية عجبته هذا السيارة. طبعا سيارة عائلية سبع راكب. بالنسبة للإضاءات أو المواصفات الخارجية، إضاءات تجي جميعها زينون، بالإضافة إلى البلاجكتورات الأمامية أيضا زينون. عندنا كشافات ضباب أيضا. الويلات مقاس 16 إنش ألمنيوم. إشارة بالمري، قابلية طي المري كهربائيا، وعندنا دخول ذكي بواسطة البصمة. اخوان، السيارة واسعة من الداخل واقتصادية بصرفيات الوقود، كل 15.7 تصرف لتر واحد فقط. ولا تنسى انه السيارة ميتسوبيشي ياباني عائلية سبع راكب من الوكيل، سيارة كلها بلادي من الدعامية للدعامي. طبعا الاضاءات الخلفية تجي LED، كاميرا خلفية بلادي. خلينا نشوف الصندوق الخلفي. عندنا حاملات الأكواب موجودة بالجهة الخلفية، أيضاً منفذ كهربائي 12 فولت، عندنا حزام أمان، وجميع الأدوات مال الوكالة موجودة بالنسبة لطفاية الحريق، بالنسبة للأدوات بالكامل، ومثل ما بنلاحظ على السقف موجود تبريد مركزي 4 قطع للجهة الخلفية. إخوان، السيارة كتبريد كلش راقي، التبريد راقي بشكل، طبعاً سيارات اليابانية بشكل عام التبريد مالتها دائماً أفضل من الشركات الأخرى، إن كان كسيارات كورية أو كسيارات حتى صينية. اما بالنسبه للدواخل، طبعا عندنا اليدات نيكل، هاي البيبان مالتها. السياره واسعه، السياره مريحه، الطصه مالتها كلش ناعمه، هذا التبريد المركزي الموجود على السقف. اما بالنسبه للجهه الاماميه، طبعا اخوان السياره تجي فول مواصفات. عندنا التحكم بالمرايا الجانبيه كهربائيا، ونظام التراكشن اوف كنترول، والتحكم بمستوى الاضاءه الاماميه. تحكمات سير جهتين بالنسبة لمثبت السرعة، الاتصالات، الأوامر الصوتية، وعندنا أيضا شاشة بلادي تدعم نظام الأبل كار بلاي، تقدر تربط بها الموبايل بواسطة الشاشة. طبعا إذا تريد عن طريق البلوتوس أو عن طريق USB. طبعا جير أوتوماتيك. خلينا نشوف الكاميرا مالتها. والسيارة سعرها جدا رخيص مقارنة بسيارات الأخرى أو الشركات الأخرى. هي الكاميرا مالتها البلادي. كسيارة سبع راكب ياباني، ضمان 3 سنوات، فول مواصفات، مقارنة بالسعر سيارة جدا راقية. حاليا إذا تريد مثلا غير لون، جميع الألوان متوفرة، أو حتى بالنسبة للدواخل إذا تريد لون قرميدي، تريد لون مشمشي، تريد لون بيجي، ما عندنا أي إشكال، تريد جلد، تريد قماش، ما عندنا أي مشكلة. فينك تتواصل ويا قسم المبيعات على الأرقام الموجودة بالوصف، وهو رح ينطيك كافة التفاصيل عن طريقة الحجز. هذا بخصوص سيارة الإكسباندر أخوان. خلينا ننتقل للسيارة السبع راكب ولكن بشكل أضخم، سيارة المونتيرو سبورت الوارد الخليجي موديل 22، ضمان 5 سنوات من الوكيل الحصري شامل جميع محافظات العراق. اخوان، بالنسبه للماكينه مال المايفك، نفسها الماكينه مال المونتيرو ايضا من نوع المايفك، ارقى محركات الميتسوبيشي. طبعا بالنسبه لمحرك 6 سلندر، سعه 3000 سي سي، ولكن بقوه حصانيه تعادل قوه الحصانيه مال محرك ال 3500 مال الحبتور. بالنسبة للمواصفات الخارجية، طبعا الإضاءات جميعها LED. عندنا كشاف طريق موجود بالوسط هنا على حسب الإشارة، يعني تريد تستدير لليسار تشغل إشارة يسار، يشتغل هذا اللايت يكشف لك طريق اليسار. طبعا الويلات نفس مقاس مال سيارات البرادو 18. عندنا دوسات جانبية ثابتة، إشارة بالشامرلغ، والمرايا واليدات نيكل. أخوان، بالنسبة للسيارة كإنتاج، السيارة إنتاج الشهر السابع، يعني تم إنتاج هذا السيارة من شهرين تقريبا، والسيارة تجي بلادي بالكامل.
من الدعامية للدعامية. طبعا بالنسبة للضمان تأخذ الضمان فقط من شركة نويكار أوتو التابع لشركة الميتسوبيشي مال إقليم كردستان. إخوان بالنسبة للدواخل رح نشوف جميع الدواخل. بالنسبة للون المشمشي طبعا هذا اللون المشمشي الموجود. خلينا نشوف الكشك. طبعا اللون المشمشي هواي مرغوب بالنسبة لسيارات المونتيرو، وطبعا يجي على شكل البقلاوة. عنا تبريد 3 قطع، وفينك تتحكم بالتبريد بواسطة الدقم الموجودة بالسقف. فتحة سلايد، بالإضافة إلى منفذ كهربائي ومنافذ USB. خلينا نشوف المواصفات الأمامية. طبعا بصمة، تحكمات سيرن جهتين بالكامل. بالنسبة للاتصالات الأوامر الصوتية عنا التحكم بالراديو، التحكم بشاشة الدشبول اللي تيجي إلكتروني، جير شفتات للقيادة الرياضية، بصمة التشغيل، التحكم بالمري كهربائيا، نظام التراكشن اوف كنترول والبارك سنسار. اخوان اللي عنده صديق يريد سيارة 7 راكب عائلي بحجم سيارات البرادو بسعر جدا مناسب، او يريد سيارة 7 راكب همين عائلية ولكن بشكل اصغر واقتصادية بالوقود، فينك تسوي له تاج بالكومنت حتى يشوف مواصفات السيارة مالتنا. خلينا نشوف الالوان الداخلية الباقية من سيارات المونتير سبورت. اخوان اللي يريد الكوشنات البلادي، حاليا متوفر الكوشنات البلادي مال السيارة اللي يجي قماش باللون البيجي. طبعا هذا البلادي. وهمين اللون القرميدي متوفر. اي سؤال او استفسار فيكم تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الارقام الموجودة بالوصف، وهو رح ينطيكم كافة التفاصيل. خلينا نشرح عن سيارة اللاند كروز الجي اكس ار. طبعا هواي ناس تنتظر هذا السيارة، وحاليا صعب تحصل هذا السيارة بشكل سهل، هواي عليها طلب. لازم تروح للشركة تحجز، تدفع عربون، تحجز سيارة وورا 3 أشهر احتمال توصلك السيارة. حاليا متوفر آخر قطعة من سيارة اللاند كروز الجي اكس ار مارساز، ضمان 3 سنوات شامل جميع محافظات العراق لدى شركة نويكار اوتو. طبعا المحرك 6 سلندر، سعة 4000 cc، بقوة حصانية 271 هورس باور. اخوان بالنسبة للمحرك مالتها نفس محرك اللاند كروز الشكل القديم. خلينا نشوف المحرك مال السيارة. اللي عنده أي سؤال أو استفسار فينه يكتب لي بالكومنت حتى أنا أجاوب. طبعا هذا بالنسبة للمحرك، نفس المحرك مال اللاند كروز القديم المرغوب. بالنسبة للمواصفات طبعا إضاءة LED موجودة، الإضاءات تجي زينون، زرافات المي موجودة، حساسات أمامية، بلاجكتورات أمامية، إطارات مقاس 20 إنش ألمنيوم، وعندنا دوسات جانبية ثابتة، إشارة بالمري، وقابلية طي المري كهربائياً، ودخول ذكي بواسطة البصمة لجميع البيبان. طبعاً بصمة الساس الموجودة على الجام الخلفي مال الوكالة، 4 حساسات خلفية، الهوج مال السحب، والصندوق الخلفي يجي كهربائي. طبعاً كلياتنا نعرف متانة سيارات اللاندو كروز ورغبتها بالسوق. طبعا جميع الادوات مال الوكالة تجي بالنسبة لطفاية الحريق، بالنسبة للمثلث، بالنسبة للسماعات مالتها، البردة الخلفية، عنا حاملات الاكواب، وحتى بالنسبة للقاعيات كله متوفر. عنا من الجهة اليسرى منفذ كهربائي 220 فولت، الجكات مالتها كله موجود داخل السيارة. بالنسبة للمواصفات الجهة الخلفية، طبعا عندنا كشوة الباب تجي جلد باللون البيجي، تطعيمات الخشب اللي منطية جمالية وفخامة للسيارة، اليدات النيكل، هي الدواخل مالتها. هواي ناس تسألنا شنو الفروقات بينها وبين ال 21. اخوان بالنسبة للموديل 22 حاليا كل شيء جناي مال هذا السيارة، وكان مثلا جناي مال موديل 21 عايستمتع بالقياده مال 22 اكثر من ال 21. وهواي ناس تقول التبريد مال 22 اولا اقوى، ثانيا السياره كرزانه ارزن، وعندك همينة الطصه مالتها كلش ناعمه. طبعا هذا تصميم عصري جديد، 3 قطع موجود داخل السياره، فتحه سلايد،
طبعا هذا ايضا قطعة مال تبريد للجهة الخلفية. اما بالنسبة للمواصفات الامامية، طبعا كتحكم بالمراية الجانبية كهربائيا، الكوشنات الامامية كهربائية وبيها منفاخ للظهر، بالاضافة الى الكوشنات الامامية بتدعم خاصية التبريد، تحكمات ستيرن جهتين، اتصالات اوامر صوتية، وايضا عندنا كروس السرعة. طبعا الدقمة مال الصندوق الكهربائي، مانع انزلاق، شاشة بلادي بتدعم نظام الابل كار بلاي، نظام الاي سي تي باور بحيث ينطي قوة للسيارة، نظام الاي سي تي 2 بحيث تبدي السيارة من الاقلاع من الجير الثاني، نظام مساعدة على نزول السيارة والمساعدة على الالتفاف وقفل الاكسل والدفع الرباعي، هاند بريك كهربائي واوتو هولد وشاحن وايرلس ايضا موجود. وهي الادوات مال السيارة مال الضمان. عندنا ثلاجة مركزية تفتح من ثلاث جهات، وبالإضافة إلى المرايا الوسطية بتجي عاكسة الضوء أيضا عاتمة. عنواننا أربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. أي سؤال أو استفسار فينكم تتواصلوا ويا قسم المبيعات. إخوان بخصوص سيارات المونتيرو، حاليا آخر قطع متوفرة لدى شركة نويكار. الوجبة الجديدة راح تتأخر تقريبا احتمال لمدة شهرين حتى توصل الوجبة الجديدة. وبالنسبة للألوان الداخلية أيضا كلش قليل، فأنت إذا تريد سيارة مونتيرو لون داخل مثلا بيجي، فينك تحجز سيارة من هسه حتى لو تجي ورا 10 أيام 5 أيام، ما عنا أي مشكلة. ما دام أنت حاجز سيارة راح تبقى السيارة مالتك هنا حتى أنت تصل. أعزائي متابعين شركة نويكار أوتو لجاز السيارات، شكرا على حسن المتابعة.